السلام عليكم، كم هشام قناة تيتاب تي في. فريق حرية كوناكري تقدم يعني مرتين في المقابلة هذه، في لحظة من اللحظات ما دخلش ما تسربش الشك إلى النفس ديالك أنك ممكن ما توفقش في التأهل، خصوصا بأن الفريق ضيع فرص بزاف سانحة من أخطاء دفاعية تاع حرية كوناكري؟ صحيح أنه المقابلة جرات فيها كانت فترات قوة لنا وفترات قوة للخصم، الخصم عرف يستغل الفرصة. الشوط الأول سجل منها هدف، الشوط الثاني بعد ما عدلنا زاد سجل الهدف الثاني. ما نقولوش دخلنا الشك، أنا ما نخليش الشك، أنا قعدت نبحث على الحلول بصفة عاجلة، أنا ما نخليش الشك في التاريخ تاعي. كانت فيه بعض الأخطاء خاصة في وسط الميدان، حاولت أن نلقى الحلول وندير بعض التغييرات، هذا هو الشيء اللي كان في راسي. الحمد لله نجحنا في التغيير تاعنا وتغيير النظام تاعنا اللي اعطى فيه مرتعه وسجلنا هدفين في اخر موقع. شكرا، بارك الله فيك.